القطر يزيد عن المطلوب الورقة تكون لا شرعية. مرحلة الفرز أمامك. المرشح للنقيب جبار جودي سعد عبد الله سهير قيس أحمد جميل الرقم وزائد طبعا ها شلون والمجموع أكيد اليوم تجري انتخابات نقابة الفنانين العراقيين في محافظة نينوى وكذلك بنفس الوقت في محافظة الأنبار. حرصنا على أن تكون الانتخابات نهيئ لها بشكل شفاف ومحترم. حقيقة انتخابات نقابة الفنانين تجري كل 3 سنوات لاختيار نقيب ومجلس وأعضاء للشعب الفنية. نعم نعم هنالك شبه اكتساح في محافظة الأنبار وفي نينوى كذلك لأني وفي مع الفنانين فهم كانوا أوفياء معي. الانتخابات جرت بكل شفافية وحضر الانتخابات الأستاذ سعد النعيمي قاضي محكمة النزاهة وأيضا اللجنة التحضيرية بحضور الدكتور حكمة داود وأيضا جهات إعلامية وفنانين ومثقفين تابعوا مجريات هذه الانتخابات والانتخابات الحمد لله اليوم بشكل سليم وبشكل شفاف ونتمنى من السيد نقيب الفنانين الفائز ومجلس النقابة الجديد أن يهتم بفناني محافظة نينوى وتكون هناك مشاركات للمهرجانات المسرحية والموسيقية والمعارض التشكيلية والمهرجانات السينمائية ويكون احنا اللي نطلبه من نقيب الفنانين والمجلس الجديد أن يكون هناك حضور لمحافظة نينوى في بغداد وفي المهرجانات الدولية وأيضا حتى في الإفادات خارج العراق مع الفنانين في المؤتمرات والمهرجانات الدولية. وأيضا نطلب من نقابة الفنانين أن يلتقوا بالهيئة العامة لنقابة الفنانين في نينوى لكي يسمعوا إليهم ويسمعوا إلى مطالبهم. طبعا اليوم كان عرس انتخابي جميل جدا وعملية ديمقراطية جدا واضحة وجميلة والحمد لله والشكر. كانت انتخابات نقابة الفنانين المركز العام في بغداد والمحافظات العراق أجمع والحمد لله أنا كنت مشارك على الشعب الموسيقية في بغداد والحمد لله والشكر ألف الحمد لله والشكر بهمة الطيبين وهمة أحبابي وأصدقائي فزنا يعني في المرتبة الأولى طبعاً في محافظة نينوى وندعي إن شاء الله المحافظات الباقية هم يكون تصويتهم أن لخدمتهم ونكون خدام لهم يعني وإحنا قسمنا قسم بأن نشتغل لهم للموسيقيين وإلى كل شرائح وإن شاء الله إن شاء الله ربي أكون أتحصد ظن كل من انتخبني وأني منون من الفضائية الموصلية الغالية علينا اللي ما قصرت وياي أبدا. اليوم أني مدينة الموصل الحبيبة أدنى انتخابات المركز العام الدورة القادمة حقيقة سعيدة بهذه التجربة الديمقراطية الشفافة وسعيدة بزملائنا الفنانين ومحبتهم وثقتهم. أهلا وسهلا قناة الموصلية العزيزة. اليوم اجينا نشارك أخواننا الفنانين والفنانين بمناسبة الانتخابات بغداد والحمد لله والشكر انتخبنا من هم أولى بخدمة الفن والفنانين في الموصل. مدينة الموصل محتاجة لوقفة، محتاجة لمن يدعمها، محتاجة لمن يكون بجانبها،
فأكيد لكل من رشح نفسه في الانتخابات أكيد أكو فد برنامج عمل في داخله يحاول أن يطور ويغير من مسار هذه الشريحة المهمة بالمجتمع مجتمع الشعب العراقي، لأن الفن هو لغة الشعوب واللغة المعبرة بالمباشر عن كل الأحاسيس والمشاعر. تحية طيبة لجميع الفنانين اللي حضروا المؤتمر الانتخابي في مدينة الموصل، وحظ سعيد للفائزين، وطبعا أكيد نتمنى من المرشحين الفائزين أن يدعمون الفنانين جميع الصنوف. المسرح بمدينة الموصل أكيد تعبان، الفنانين التشكيليين حقوقهم أكيد ما ماخذين مستحقاتهم أصلا الحقيقية ولا دورهم الطبيعي.